تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم نبدأه من صحيفة القدس العربي التي نطالع منها في التكنولوجيا. شاشات ذاتية الإصلاح يمكنها أن تعالج كسورها بنفسها. ابتكر باحثون شاشة متمددة يمكنها أن تعالج نفسها بنفسها، ما يوجد الفرصة لإصلاح الشقوق والخدوش، إذ تقوم الشاشات الجديدة بالتمدد لتصل إلى 50 ضعفا من حجمها الأصلي، وهو ما يعني أن الخدوش لن تدوم حتى عندما تتصدع تماما. كما يمكن للشاشات الجديدة أيضا إعادة اللحمة مع نفسها مرة أخرى في غضون 24 ساعة. أيضا في التكنولوجيا نقرأ مشاهدينا من صحيفة اليوم السابع المصرية: لحاف ذكي جديد يتصل بهاتفك ويضبط حرارة الغرفة. جاء في تفاصيل الخبر: طورت شركة بريطانية لحافا ذكيا جديد يمكن تسخينه إلى درجتين منفصلتين، ويمكن التحكم به عبر تطبيق بهاتفك الذكي، إذ يستخدم هواء الغرفة لتقديم مستويات مختلفة من الهواء الساخن أو البارد إلى كل جانب من السرير، كما يمكن أيضا ضبطه تلقائيا ليعمل في وقت محدد كل يوم. إلى صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين، التي عنونت بين صفحاتها: أقارب الديناصورات كانت تشبه التماسيح. كشفت دراسة حديثة أن فصيلة الأقارب الأوائل للديناصورات التي استوطنت الأرض قبل ملايين السنين كانت تشبه في شكلها شكل التماسيح. يأتي هذا بعد اكتشاف العلماء بقايا حيوان في جنوب تنزانيا كان من الحيوانات أكلة اللحوم، وتراوح طوله بين مترين وثلاثة أمتار، وعاش على الأرجح قبل 245 مليون عام خلال العصر الترياسي، ويعد من أقدم الديناصورات المعروفة. وختام تجوالنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية من صحيفة القبس الكويتية: ودراسة النمل يهب لنجدة جرحاه في المعارك. يهب نمل ماتابيلي المنتشر في جنوب الصحراء الكبرى لنجدة جرحاه في المعارك، ويعيدهم إلى قرية النمل للعناية بها على ما لاحظ علماء حشرات. وأوضح العلماء أن هذا النمل يشن مرتين إلى أربع مرات في اليوم هجمات على دود الخشب الذي يحول الخشب والمواد النباتية إلى سكر.